هذا المؤتمر أولا حدد شيء مهم اللي هو تشكيل حكومة عراقية فورا ذات سيادة. زين. وثانيا حدد أنه احترام القوات المسلحة العراقية بكلمة ممثل الأمريكان في هذا المؤتمر اللي كان هو خليل زاد اللي صار سفير. زين. في إيش اسمه في بغداد لاحقا. زين. وحدد أيضا تشكيل مجلس مركزي أعتقد من 60 عضو يشبه 65 ها 65 عضو أو 65 عضو 65 عضو اجتمعوا في أربيل لاحقا قبل لاحقاً السقوط اجتمعوا في أربيل. لكن المشكلة في هذا المؤتمر أي أنه هذا المال نيويورك الحزب الشيوعي وحزب الدعوة يهوسون ضدنا في لا في ما لندن تقصد ما لندن ما لندن اللي 2002 يهوسون ضدنا في إيش اسمه في أمام المؤتمر التعامة لأمريكا والتكذا منو الحزب الشيوعي الدعوة والحزب الشيوعي وبعثيين جماعة سوريا رفضوا المؤتمر مو بس رفضوا قالوا لنا أنتوا عملاء أمريكا زين حرام كان بينا عميل أمريكا زين هذا بالنسبة لمعرفتي يعني زين بال 98 بس هم راحوا بالسطة هم راحوا بالسنطة تصلوا الأمريكان بعد المؤتمر أي بعد المؤتمر شلون هذا السنطة سمع لي زين